السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في قناتي إبداعات وديكورات أم رحاب. الوصفة ديال اليوم إن شاء الله غادي تكون كيك اليومي اللي صراحة كيجي زوين بزاف. كتشوفوا معايا في المقادير أن كندير شوية الفواكه معسلة وجافة، كيعجبوني نديرهم في لي كيك او لا كريم، هذا لان الدراري تيعجبهم بزاف. نبداو على بركه الله. المقادير عندنا 4 البيضات، كاس ديال الحليب، كاس ديال الزيت، كاس ديال السنيده، عندنا فاني وجوج خميرات، فاني 7.5 غرام وخميره 8 غرام، يعني في المجموع 16 غرام. ونضيفوا طحين. الطحين انا غندير لكم شحال ديال العبار بالضبط الكاس، وقبصة ديال الملح باش غادي نزينو الكيك. عندنا كتلاحظوا معايا شوية الزبيب، شوية الفواكه معسلة، واللوز إفيلي والقرقع، يعني على حسب متوفر في المنزل. نبداو على بركة الله، نديرو قبصة ديال الملح. نبداو بالبيض، غادي نستعمل الخلاط الكهربائي، اللي ما عدوش غادي يدير، انا غندير الباتور، اللي ما عدوش غادي يدير مولينكس. غنطرب البيض والسنيده حتى كيولي الخليط ابيض. غنضيف دابا السنيده، غنخلي الكاس باش نعبر به الطحين، ونبداو نخلطو. اما كيما كتشوفو، من بعد ما بيض الخليط غادي نحبس دابا. غادي نضيف كاس ديال الزيت ونستمر في الخلط بالطراب بطبيعة الحال. يعني كنضيف غير بشويه بشويه حتى نكمل الكاس كامل. صافي، غادي نخلط واحد شويه لثواني قليله. غير بلي ندمج ليا الزيت ونحبس بالخلاط. صافي، دابا غنستغنى عليه. غنخدم دابا بالطراب اليدوي. غادي نزيد كاس ديال الحليب، انسيت ما قلتش لكم انا ضفت الفاني ملي كنت نخلط مع البيض والسنيده، يعني ضفت الكيس ديال الفاني. دابا غادي نعبر بالكاس اللي خليت، غادي نعبر الطحين. صافي، غادي نبقى نضيف الطحين ومن بعد غنضيف الخميره حتى نكمل الخليط، حتى نكمل الطحين اللي عندي، حتى نحصل على الخليط اللي بغيت، على القوام اللي بغيت.
هنايا غادي يكفيني 3 كيسان ديال الطحين، ها هو القوام اللي حصلت عليه. يعني رد 3 كيسان عامرين ديال العنبة ديال الطحين، ودابا غناخد معلقة ديال الطحين غادي ندير فيها الفواكه معسلة، غادي نلبسهم مزيان بالطحين باش هكا كيبقاو فوق الكيك، ما تيهبطوش في الطياب في القار. غنزيد عليهم القرقاع، نهرمشوها غير بإيدي، صافي غنكتفي بهذا القدر. هذا غادي نعاود نخلطهم مزيان، غادي نجيب المول اللي هو دائري اللي غادي نخدم به، مول عادي اللي تنخدمو به ديما، ولا غنحط فيه العجينه ديال الكيك. غير هزو الطاسه اللي فيها العجين، هزوها لفوق باش تضمنوا ان الهواء يدخل العجين. هاو من بعد ما حطينا العجين في المول، غادي نتاكد غير هاد الفواكه المعسله، غادي نتاكد بايدي نشوف ان كلها تلبسات بالطحين. صافي دابا غادي نزوقو الكيك، غنوزعو على كاملة. هيا وزعت الفواكه معسلة كاملة حتى اللوز إيفي اللي درتو من الفوق، ودابا غادي ندخلوها الطيب. إلا كان فرن كهربائي غادي نديرو على 180 درجة، نشعلو على غير من التحت حتى طيب عاد باش نشعلو من فوق. اما الفرن الغازي فعادي كحال الطياب العادي ديما، يعني كتحدو معاها حتى كطيب. نتلاقاو من بعد ما طيب الكيك. هاي الكيكه ديالنا وجدات، ها هو تجي عالي زوين، يعني تستحق التجربه. كلمسه اخيره غادي ندير صوص كراميل، غندير غير الجاهز لان اللي تنصوبو